يقول السائل: ما هو الأكمل في صلاة التراويح؟ أن أصلي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، أم أصلي كما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة؟ الأكمل أن تصلي مع المسلمين، أن تصلي مع المسلمين، إن كانوا يصلون 11 تصلي معهم 11، إن كانوا يصلون 23 تصلي معهم 23 مع المسلمين، وكله سنة ولله الحمد. 11 سنة و23 سنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للتراويح وقيام الليل، لم يحدد عددا معينا، بل حث على قيام الليل وحث على قيام شهر رمضان، ولم يحدد لأمته ركعات معينة. فأنت تصلي مع المسلمين، إن صلوا 23 فهذا هو فعل الخلفاء الراشدين، لأنه من وقت عمر رضي الله عنه، وإن صلوا 13 أو 11 فصلي معهم كما يصلون، ولا تنعزل عنهم ولا تنفرد عن المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما قال حتى من قام مع الإمام 11 أو 13، بل قال حتى ينصرف، حتى ينصرف. فإذا كان يصلي 23 لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، بل إن بعض العلماء يرى إنها 40 ركعة، بعضهم يرى إنها 36 ركعة، بعضهم يراها 23. المسألة الأمر واسع ولله الحمد، لكن المسلم يصلي مع إخوانه المسلمين ولا ينفرد عنهم ولا يبدعهم، يقول هذا بدعة كما يقوله بعضهم، حتى أنه يلزم على كلامه أن عمر مبتدع وأن الصحابة مبتدعة، لأنهم صلوا 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.